طلاب مادة الكمبيوتر سيكيورتي اند نتورك انفراستراكشر بروتكشن، اهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الويب سيكيورتي. معكم الدكتور انس المجالي، اهلا وسهلا فيكم في المادة. اليوم ان شاء الله محاضرتنا عملية بشكل كبير، راح نجرب فيها تطبيقات على جميع الاتاكس اللي حكينا عنها، مجموعة من الأتاكس اللي حكينا عنها، المجموعة طبعا من الأتاكس اللي احنا already حكينا عنها بشكل نظري، اللي هي الـ SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery والـ Session Hijacking. فإن شاء الله هاي المحاضرة حكي عن هاي الأتاكس ونشوف تطبيقات عملية عليها. طبعا يعني أكيد يعني أنا كنت حاب أنه تكون هاي التطبيقات نعملها لايف قدامكم في المحاضرة في الجامعة الهاشمية، لكن للأسف يعني احنا في ظروف خارج عن إرادتنا، وحقيقة يعني عملها بشكل لايف باستخدام أي واحد من البرامج الأونلاين ميتينجز ما رح يكون صراحة سهل، لأنه يعني في شغلات كثير شغالة على جهازي at the same time، وهذا الإشي يعني رح يعني يكون مش سهل حقيقة. طيب خليني في البداية نحكي شو هي البلاتفورم اللي رايحين نستخدمها عشان نعمل هاي الأتاكس. أنا في عندي فيرتشوال ماشين هون، طبعا يعني اسمها الباد ستور. هاي الفيرتشوال ماشين تقدروا تنزلوها يعني، وراح أعطيكم instructions على المودل كيف تعملوا لها setting. هاي عبارة عن فيرتشوال ماشين نعملها رن، مجرد ما عملنا لها رن زي ما انتم شايفين هون راح يشتغل عندي كونسول. هذا فعليا اللي بنزل عندي ويب سيرفر، هذا فعليا بنزل عندي ويب سيرفر عندي على جهازي. هذا الويب سيرفر بقدر ادخل عليه من البراوزر الان، وطبعا يعني في له اسم badstore.net. يعني طبعا لازم اعمل كونفيجريشن لجهازي بحيث انه لما بده يروح على badstore.net ما يطلع على الانترنت ويدور على هذا الاسم عن طريق الانترنت، لا بده يدور عليه مباشره على جهازي. فهذا يعني انه انا لازم اعدل على الراوتينج التيبلز الموجوده عندي على جهازي، بحيث انه اي ريكوست على badstore.net تيجي عندي هون فعليا على اللوكال سيرفر عندي على جهازي. فالآن أنا يعني الإكزامبلز بدنا نجربها، وهذا هو badstore.net أنا فايت عليه من خلال جهازي زي ما أنتم شايفين عن طريق البراوزر. الآن بغض النظر هو وين موجود، فيرتشوال ماشين مش فيرتشوال ماشين، الآن هذا عبارة عن ويب سيرفر أنا فتت عليه، بدي أجرب عليه مجموعة من الأتاكس اللي حكينا عنها، الويب سيرفر ويب أتاكس. طيب خلينا نشوف. زي ما انتم شايفين هذا عبارة عن ويب سايت، يعني في له هوم بكبس عليه هوم واتس نيو، يعني هون بفرجيني مثلا، يعني واضح انه هو زي كأنه موقع ببيعك ايتمز معينة. فمثلا هون لما كبست له واتس نيو مباشرة انا فتت هون فرجاني شوفي عندنا ايتمز جديدة ممكن اني اشتريها من هذا الويب سايت، بقدر اعمل فيو للكارت. طبعا انا الان ما عمل لوج ان على هذا يعني على هذا الويب سايت، لانه شوفوا شو بحكيني هون unregistered user زي ما انتم شايفين. فلو رجعت هون عندي هالآل هوم واتس نيو، فلاحظوا انه في عندي يعني مجموعة من الايتمز المختلفة، يعني هون طبعا واضح انها كلها ايتمز يعني مضحكة اسمها سنيك اويل useless but expensive، في لها سعر معين بقدر يعني اضيفها هون عندي على الكارت وما الى ذلك. في عندي صفحات اخرى، في عندي يعني view previous orders I have no previous orders، اكيد طبعا بقدر اعمل log in. في عندي اكثر من نوع من انواع اللوج ان، لوج ان تو يور اكاونت، طبعا هذا فيما لو يعني انا كنت يوزر عادي. بقدر اعمل registration طبعا، والان الريجستريشن يعني ممكن ادخل نيم ايميل حتى اعمل registration password، ويعني ممكن يطلب مني password hint هنا. في عنده طبعا supplier log in، يعني هون اذا في عندنا suppliers معينين يعني زي ما تحكم موردين، فهذا تعاملهم غير عن تعامل اليوزرز العاديين. يعني هذا هو الويب سايت بشكل عام، ويب سايت احنا بنقدر نشتري منه طبعا من اسمه bad store، واضح انه يعني السكيورتي فيه was not taken into consideration. طبعا هون في عندي cart contains two items، لاني انا يعني قبل شوي بجوز حطيت check عليهم. اوكي يعني ممكن نحكي له reset
place order اللي هو يعني مش بين. طيب الآن هون لو أنا بدي طبعا يعني أكيد أنتم شايفين إنه أنا أصلا examples already مجربها فأكيد راح يطلع لنا الأجوبة. فمثلا هون عنا على الكويك سيرش لو عملت سيرش يعني على ألف الايتم اللي هو ألف لأنه أصلا كان طالع معنا قبل شوي كان مبين في الايتم نمبر وين موجود كان على الواتس نيو. إذا رحنا هون على الواتس نيو ايتم نمبر ألف يعني فأنا هون دورت على ايتم ألف عملت له سيرش يعني أعطاني ايتم ألف نفسه هذا اللي شفناه قبل شوي. طيب بدنا نشوف الآن موضوع الـ SQL Injection. إذا بتتذكروا يعني كيف كان موضوع الـ SQL Injection كنا نحكي له مثلا ألف بعدين نسكر السيمي كولون يعني واضح إنه الداتا اللي بتنحط هون هاي أكيد راح تروح على الداتابيس والداتابيس يعني فيها أكيد راح يكون عندنا معلومات معينة يعني تأخذ الداتا يعني عفواً راح تروح للسيرفر والسيرفر الآن كود راح يبعث SQL statement لا query عفواً لا الداتابيس عشان يطلع معلومات. الآن أنا بدي يعني رجع لي زي ما تحكوا كل شيء فممكن أحط له ألف or يعني أكمل طبعاً هاي الأبوستروفي اللي سكرنا فيها الكوتيشن اللي كان موجود في الاسكيون انجكشن. إذا بدنا نرجع لموضوع الاسكيون انجكشن بس نذكركم فيه الاسكيون انجكشن كان تذكروا كيف كنا نعمل اسكيون انجكشن يعني زي هيك هون يعني احنا كنا نستبدل اليوزر هذا بالداتا مختلفة فاحنا هون نستبدله في اي كلام مع or 1 equals 1 مع نعمل كومنت على الباقي. طبعا السنتاكس يعني ممكن شوي يختلف من يعني ماشين لماشين. الان or يعني هون نحط 1 equals 1 بعدين بدنا نحط كومنت للباقي والكومنت هون يجب انها تنتهي يعني لازم يكون فيها التو داشز لازم انهم ينتهوا بعديهم بسبيس. الان لو حطينا سيرش الان لو حطينا سيرش لاحظ شو رجع لي كل الايتمز اللي موجوده. اذا زي كانه ايش عمل رجع لي كل الايتمز الموجودة يعني الـ or 1 equals 1 زي كأنها رجعت true فرجع لي كل الايتمز الموجودة. إذا هون في السيرش احنا شو عملنا يا جماعة SQL injection بحيث انه يرجع لي كل شيء. طيب إذا هذا أول نوع من الأشياء اللي سويناها طبعا يعني إحنا هاي لست في الأشياء اللي نسويها. إذا عملنا سيرتش على 1000 الآن يعني عملنا برضه SQL injection في السيرتش فلاحظوا إنه شو رجع لي كل شيء. الآن خلينا نروح على اليوزر لوج إن على لوج إن. هل نقدر كمان نعمل يعني SQL injection بحيث إنه فعليا نعمل يعني لوج إن يعني بدون ما الباسورد يكون لها أثر؟ طيب يعني فرضا إنه في عندنا هون يوزر at supplies يعني فرضا أنا عارف إنه هذا اليوزر موجود طبعا مش بالضرورة أن أجرب هذا اليوزر ممكن أجرب أي يوزر ثاني بنفس الطريقة مع apostrophe هون يعني هون في عندنا على فرض إنه أنا بعرف إنه في عندي يوزر اسمه joe@supplier.com فلاحظوا إني سكرت الآن اليوزر نيم بالابوستروفي حطيت له or 1 equals 1 مع التو داشز هذا عشان اعمل كومنت لكل شيء. اذا الباسورد الان لن تؤخذ بعين الاعتبار فما فيش داعي احط شيء في الباسورد. اذا بعمل لوج ان لاحظوا حط لي ايش تيست يوزر. اذا مش بالضروره انه هون اعمل لي لوج ان كجو لكنه اعتبرني اني انا يوزر موجود. اذا قدرت فعليا اعمل اسكيل انجكشن واي باس ايش باس ال ال يعني الـ authentication على الـ password. طيب لو بدنا نروح هون على مثلا my account لاحظوا انه test user يعني فعليا عمل لي يعني authentication وفوتني عليه my account my view previous orders. لاحظوا انه هنا يعني فرجاني لـ previous orders يعني كلها اللي سواها مين التست يوزر. هذا مش بالضرورة يكون عمل لوج ان يعني رجع true ومش ما عمل لوج ان كجو. وطبعا هذا موضوع خطير انا قدرت افوت على الاكونت هذا اللي هو اسمه test user واشوف كل الكريدت كارد نمبرز تبعونه يعني فهو اذا كان فعليا عامل لوج ان وعامل purchases فانا هيني شايف كل الكريدت كارد نمبرز تبعونه وشايف كل الاوردرز اللي عملها في الباست يعني وشايف شو كل الايتمز اللي سوى اللي اشتراها. فهذا اليوزر هو تيست يوزر انا قدرت الان اعمل اوثنتيكيشن باسمه وافوت باسمه واي
bypassed the authentication step وشايف الكارد نمبر تبعونه زي ما انتم شايفين هون. اذا يعني كSQL injection الان يعني هون هذا اكيد موضوع خطير. طيب خلينا نروح على اللوج ان والريجستر، خلينا نشوف الريجستر هون. طبعا يا جماعه يعني احنا هون الان كرسنا رايت كليك وحكينا فيو سورس السورس كود، هذا هو السورس كود تبع ال HTML بيج اللي احنا شفناها قبل شوي. ولو دورنا مثلا هون على فورم لاحظوا انه هذا هو الفورم تبع السيرش، هذا السيرش الفورم اللي احنا قبل شوي دورنا عليه. لا ما بدنا الفورم تبع السيرش، احنا بدنا الفورم تبع الريجستريشن. نعم هذا هو ريجستر فور نيو يوزر، شايفين في عندي الفورم تبع ريجستر فور نيو اكونت. وتفرجوا يعني هاي على الفيلدز كلياتها الموجودة عنده، في عنده ايميل ادريس، في عنده الباسورد، في عنده هون اللي هو يور فيفوريت كلر، بتقدر اللي هو كانت من الدروب داون منيو هاي يعني. بيقدر يختار الفيفوريت كلر. بس يعني اذا بنلاحظ هون مع الـ مع الـ مع هذا الفورم في عندنا يعني فاليو غريبه اللي هي ايش هي هاي input type hidden. واذا بتتذكروا لما اخذنا عن input type هنا لكم حطيت له فايل hidden كان hidden هون اللي لقيناها قبل شوي input type hidden. لاحظوا انها هاي hidden ما بتظهر هون في الفورم، يعني احنا هون في عندنا تكست في عندنا تكست في عندنا تكست وفي عندنا هون دروب داون منيو، لكن الـ 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 اللي هي طبعا هاي عباره عن سلكت اعتقد، نعم سلكت هي اللي هي تبعت الكلر. التايب هون هيدن، هذا يعني انه هذا الانبوت سوف يتم ارساله مع الفورم للسيرفر، لكن لا يظهر هون في المنيو تبعتنا. ولاحظوا انه في له رول وفي له فاليو، ها في له فاليو، هاي الفاليو بتخلي الواحد يعني يشك شو معناتها يعني. فهون انت الان كاتاكر ممكن انك تصير تحاول ايش تعمل تتلاعب في هاي الفاليو. يعني هون لما يحط لك الفاليو ايكوالز يو عاده يعني انت بدك يو هاف تو يوز يور كومن سنس، يعني لما يحط لك يو هذا زي كانه انت بتعمل قاعد كرييت ليوزر عادي، يوزر يو ستاندز فور يوزر. فالان مثلا تتوقع انه غير اليوزر شو في عندنا ادمن، فمثلا ممكن يكون لو غيرنا هاي الفاليو ليو بدل ما هي يو غيرناها لاي، ممكن انه فعليا نقدر نعمل كرييت لنيو يوزر ريجستريشن، او بدنا نعمل ريجستريشن لنيو يوزر وهذا اليوزر يكون ادمن بدل ما يكون يوزر عادي. طيب الان بقدر اعبي هون مثلا اسم انس بدي اخليه ادمن، ايميل المجال@gmail.com، الباسورد ممكن احطها 1 2 3 4. بس كيف بدي اغير هاي الانبوت اللي هي هيدن، كيف بدي اغيرها الان؟ شو اللي ممكن اعمل؟ ممكن اعمل رايتك او عفوا من هون من السيتنجز ممكن اجي على المور تولز، اروح على الديفلوبر تولز. لاحظوا ان هون بيفتح لي ال HTML page تبعت الكود تبعت هاي الصفحة. فالان هون بدي اروح ادور على ايش؟ بدي اروح ادور على control find على ال hidden. وين هال hidden؟ hidden value طبعا هاي الكويري، ايوه هاي اللي قبل شوي احنا شفناها. الان هاي بقدر اغير هاي من هون، انا من هون بدل ما هي يو شو بدي احطها ايه واجرب انه فعليا هذا اليوزر الان لما اعمل له كرييت اعمل له ريجستر انه يتم يعني ريجستريشن له كايش ك ادمن وليس كيوزر عادي. اذا هون من هون بقدر اني اغيرها، وين حطيتها ايه زي ما انتم شايفين. الان شو بدك بس ريجستر، فالريكوست الان راح يروح يعني للسيرفر. ولاحظوا انه فعليا الان شو حكى لي ويلكم انس. والان خلينا نشوف يعني انه فعليا هل في عندي ادمنستريتور بريفليجز ولا لا. فزي ما انتم شايفين الان انا عملت لوج ان باليوزر تبعي اللي هو انس. وخلينا نشوف كمان شوي الرولز تبعت هذا انس اليوزر شو بدها تكون. طيب خلينا نسكر. الان في شغله ثانيه كمان، لاحظوا انه الان على الباد ستور دوت سي جي اي في عندي هون باراميتر اذا بتتذكروا
يعني هون في عندي باراميتر اسمه action. هذا الاكشن قبل شوي انا عملت فيه registration، هذا عملت فيه registration. طيب لاحظوا انه الاكشن الان كمان ممكن اني انا كمان احاول اغير عليها، يعني اغير عليها، ممكن بدل ما هي اكشن تكون registration، وهنا حطينا كمان view source. سوري هون حطينا view page source. طيب يعني ما بعرف شو اللي صار. طيب جميع الاحوال الان هاي الفاليو الاكشن لو غيرنا عليها وحطينا بدل ما هي اكشن حطينا مثلا ادمن، لاحظوا انه شو فتح لي سيكريت ادمنستريشن منيو. طبعا جماعه يعني ممكن واحد يجي يحكي طب كيف عرفت انها ادمن؟ لا ما هو بدك تجرب، يعني بدك تجرب انت يعني اشياء مختلفه. فالان شو عمل لي؟ اعطاني سيكريت ادمنستريشن. اذا هو كان معتمد على انه الاكشن هون الفاليو اللي هي المفروض تطلع لي البيج سورس الان، نعم كنترول فايند هيدن. اوكي لاحظ انه هون في عندي الاكشن هاي النيم اكشن، فهي عبارة عن هيدن. طيب الان هاي الادمن بورتال، اذا يعني اللي عمل الويب سايت هذا كان يعتمد على انه الادمن هو يكون عارف الفاليو اللي هون ويغيرها لايش؟ لكلمه ادمن. فالان انت بدك تجرب، يعني عاده في اكسرسايز زي هيك بدك تقعد تجرب شو الكومن سنس الكومن كيوردز اللي ممكن تستخدم في شيء زي هيك. فيعني واضح اكشن هون اذا بدي احط ادمن، نعم ممكن يفرجي. طيب الان لاحظوا شو هي الشغلات اللي بيقدر يسويها الادمن. الادمن بيقدر يسوي شغلات كثير، ممكن يعمل اد يوزر، ممكن شو كرنت يوزرز، يحكي لك شو كرنت يوزرز دو. فالان هون بفرجيني كل الكرنت يوزرز. لاحظوا الان يا جماعه اليوزر اللي انا ضفته اللي هو كان اسمه انس، هي الايميل تبعي. ولاحظ هون الرول في عندي يو وفي عندي A، وطبعا في عندي S هون اللي هي يبدو انها stands for supplier، وفي عندي U اللي هو user ID. اذا فعليا اليوزر اللي انا قبل شوي عملت له creation، نعم تم العمل creation له كايش؟ كادمن. كم تم عمل creation له كادمن وليس user ID. اذا الان انا عندي ايش؟ privileges كادمن. طيب وطبعا الان انا عامل لوج ان كادمن. الان شوفوا انه في عندي مثلا ادمن هون، هي في عندي كلمه يعني في عندي يوزر ثاني ادمن ماستر سيستم ادمنستريتور، والرول تبعه كمان ادمن، الباسورد هنت بلاك، وفي عندنا هون طبعا واضح انه الهاش تبع الباسورد لهذا الادمن. الان هذا الادمن الان بما اني انا شايف الهاش تبع الباسورد كله، هل بقدر اجيب الباسورد تبعته؟ طبعا احنا بنعرف انه الهاش باسورد من الهاش المفروض يكون صعب جدا اني الاقي الباسورد، لكن يعني في عندنا بعض الكلمات الهاش لها مشهور جدا. ففي عندي ويب سايتس اوريدي بتحكي لك اذا هذا هو الهاش فعليا شو الكلمة الأصلية اللي كانت. يعني طبعا يعني هو صعب يعمل بروت فورس أتاك ويلاقي لك يعني كوليجين مع الكلمات الموجودة، يعني هو بيعتمد على يكون في عنده داتابيس فيها الفيري كومون باسورد. very common password. يعني في عندنا وهذا الشيء طبعا موجود اونلاين، يعني ففي عندك مثلا موقع اسمه crackstation.net، هذا الان تعطي الهاش. اوكي تعطي الهاش تحكي له I am not a robot، بتحكي له crack الهاش كراك الهاش، فلاحظ انه طلع لي هذا الهاش هو التايب تبعه MD5، نوعه MD5، والريزلت سيكريت. ايش يعني الكلمه هاي؟ الهاش هذا هو الهاش لكلمه سيكريت. اذا الادمن هون الادمن الاصلي اللي هو ادمن اليوزر نيم له ادمن، اوكي الباسورد له ايش؟ كلمه سيكريت. الباسورد له كلمه سيكريت. طبعا مش بالضروره هاي الطريقه تنجح دائما، يعني مثلا هذا لو جينا عليه اخذنا كوبي وديناه هون، يعني نفس الشيء كنترول في سوري انا عملتها كوبي نفسها كنترول كوبي، او جينا على هذا الموقع كنترول في نفس الشيء جربنا نعمل كراك تست. إذن الباسورد كمان سهلة، يعني هي من الباسورد السهل. طيب الباسورد تبعتي اللي أنا جربتها هي كانت 1234 أعتقد، خلينا نشوف إنه هل فعليا كمان هذا الويب سايت بيقدر يجيبها.
هل هي من الكومون باسوردز ولا لا؟ كراك الاحظ انها نعم كمان من الكومون باسوردز، يعني واضح انها من الكومون باسوردز. يعني قاعد ادور على اي واحدة، صعب شوي تكون، بس يبدو انه كل الباسوردز المحطوطين هون كمان يعني يبدو انهم من الكومون باسوردز، يعني من باب التسهيل، لانه اصلا يعني بي ام دبليو، يعني لاحظوا بي ام دبليو موتور سايكل، يعني يبدو انها كمان من الاشياء الكومون. طيب يعني بغض النظر الان يعني هذا اليوزر، الان شو بقدر اعمل؟ بقدر اعمل لوج ان باسم هذا الادمن وادخل الباسورد تبعته لهذا الادمن. اوكي يا جماعه، فالان بقدر انا مثلا اعمل لوج اوت وادخل باسم هذا الادمن اللي هو الادمن الاصلي للصفحه اللي احنا شغالين عليها. طيب اذا الان يا جماعه احنا شفنا يعني موضوع الاس كيو ال انجكشن، يعني على الايتمز وعلى السيرش، تفرجنا على عملنا لوج ان يعني كيوزر، يعني وشفنا انه ممكن اعمل لوج ان كيوزر عادي، وشفنا كيف استخدمنا الهيدن فيلدز عشان نشوف الادمن بريفليجز اللي فتنا على ويب سايت معين، غيرنا الاكشن هون لكلمه ادمن، وشفنا شو الاشياء اللي بيقدر يعملها اليوزر الادمن، وشفنا اليوزر فروم from the MD يعني اليوزر باسورد عفوا يعني، وشوفنا الـ MD5 هاش لهم وقدرنا فعليا نطلع الفاليو. طيب اذا يعني عملنا SQL injection، تفرجنا على الهيدن فيلز وما الى ذلك. طيب خلينا نشوف الان كيف ممكن كيف ممكن نعمل سيشن هايجاكينج مثلا، كيف ممكن نعمل سيشن هايجاكينج. طيب خلينا اروح على البراوزر الثاني اللي هو يعني على الفايرفوكس، لانه اسهل لي هون اغير البروكسي عشان نعمل بيرفكت سويت، عشان نشتغل بيرفكت سويت، فهون اسهل لي اني اغير البروكسي بشكل سريع. طيب خليني مثلا هون على الفايرفوكس، لاحظوا ان هون انا مش ريجسترد، يعني انا هون مش عامل لوج ان. لو رحت هون على ماي اكاونت يعني انت بحكي لك ايش، انت ان ريجسترد يوزر، اذا هون انا مش عامل لوج ان اصلا يعني. طيب خليني اروح على الاكشن يا جماعه هون واحط ايش، ادمن، اكشن تبعت الادمن، واعمل انتر. شو حكى لي؟ سيكريت ادمن منيو. اوكي طلع لي المنيو. طب خليني اشوف هل بقدر اعمل اي اكشن عليها. بدي شو الكرنت يوزرز دو، شو قال لي؟ Secret admin portal error, unregistered user is not an admin. إذن هو هون عرف إني أنا مش عامل لوج إن يعني أصلاً. تمام؟ هذا موضوع مهم، لأنه مش أي واحد بلاقي الأكشن اللي هي تبعت الأدمن بيقدر يفوت ويشوف الأوبريشنز تبعت الأدمن. أوكي؟ فهون يعني أنا مش عامل لوج إن، حكى لي you are not admin. طب كيف يعرف إني أنا مش أدمن؟ أوكي؟ لانه اكيد رح يبعث داتا مع الريكوست اللي انا بعثته قبل شوي، بتضمن الكوكيز زي ما حكينا قبل يا جماعه، زي ما حكينا ايش، زي ما حكينا قبل. فالان الكوكيز هون ما فيها اي شيء بيحكي انه انا اوثنتيكيتد، انا يعني عملت لوج ان، دخلت اليوزر نيم والباسورد، فهون ما في عندي اي سيشن اي دي يعني حتى يبعثها مع الريكوست. تمام، يعني لو رجعنا هون على هذا الريكوست، والان رحت على البريفرنسز انسى هون ورحت هون، طبعا هون الكوكيز الان لاحظوا انه لو بدي اروح الاقي على الكوكيز فعليا، نعم خلينا نروح على الكوكيز، لو بدنا نروح على الكوكيز هون حكيت له مانج داتا، لاحظوا انه لو بدي احط باد ستور، لاحظوا باد ستور ما في كوكيز له، يعني هون انا مش عامل اصلا يعني مش عامل لوج ان، فما في اي اسوسيشن يعني هون. طيب لو رحت هون على البروكسي منيو وحطيت اوكي، وانا بدي استخدم البيرب سويت زي ما انتم شايفين، هذا هو البيرب سويت، لكن خلينا هون نبعث الريكوست الان دو ات، خلينا نحكي له دو ات، واروح على البيرب سويت هون انترسبت، هذا الشيء
عملنا المحاضرة الماضية HTTP History اللي راحوا هون في عندي الـ Bad Store. لاحظوا هون في الـ Bad Store لما الـ Request طبعا هي راحت Post الميثود تبعتها Action Admin Portal. لاحظوا هون ما في عندي أي كوكي, ما في عندي أي كوكي. لاحظوا أنه الـ Action طبعا هون بما أنه Post الـ Parameters أو الـ Arguments انبعثت وين؟ في الـ Body, في الـ Body تبع الـ ال 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 HTTP ال HTML ال HTTP request عفواً. فهون الادمن show plus content plus user do it equals do it, يعني 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 هاي هي ال arguments اللي بعثها. لكن لاحظوا إنه هون ما في عندي cookie لأني أنا مش عامل log in, فأصلاً يعني ال request هون طبعاً أكيد راح يفشل. لو كتبت له send to repeater وهون قلت له go, لاحظوا إنه راح يرجع لي إشي معين, لكن أنا ما فعلياً يعني ما في يعني ما فيش داتا راح يرجع لي, بس راح يرد عليك يعني يرد عليك بنفس الصفحة اللي احنا شفناها قبل على الفايرفوكس, يعني راح اللي هي ام ريجسترد يوزر ومش عارف ايش, يعني هاي الامور كلها. طيب الان انا شو بدي اعمل؟ انا بدي اعمل لوج ان, بدي اعمل لوج ان لوج ان ريجستر. طبعا خلينا نوقف بس البيربس سويت عشان بس نكمل العمليه. سيتنجز نو بروكسي اوكي, خلينا نرجع هون نروح على اللوج ان ريجستر. احنا بنعرف انه في عندنا يعني واحد من اليوزرز اللي هو ادمن والباسورد تبعته كانت سيكريت. اوكي خلينا نعمل لوج ان. اوكي نوت فاوند, دخلت شيء غلط انا. admin وكلمة secret password okay. يعني أنا لاحظ الآن أنا صرت إيش؟ الماستر سيستم admin, الماستر سيستم. طيب الآن لو بدي أروح على الكوكيز, الآن صار في عندي association, دخلت الباسورد مرة واحدة, ما راح أدخلها مرة ثانية, يعني عفوا مش مرة ثانية, مش كل مرة بدي أعمل action بدي أروح أدخل اليوزر نيم والباسورد. فالآن لو بدي أروح على الكوكيز للباد ستور, فلاحظوا الآن مفروض يصير في عندي كوكيز للباد ستور. طيب خلينا نعمل هنا refresh, نروح على الكوكيز manage data. لاحظوا الباد ستور هيو صار في عندي كوكي إله, وهاي الكوكي طبعا يعني هي بتكون فيها الفاليو تبعت السيشن اي دي تبعتي. طيب الآن لو بدي أروح على الباد ستور نفس الاشي على الاكشن الادمن اكشنز الادمن اكشنز ادمن اوكي. الان هل راح يسمح لي اعمل هاي الاكشنز شو كرنت يوزر دوت؟ نعم الان راح يعمل لي اياها. طبعا قبل ما رضي يعمل لي اياها لاني ما كنت عامل لوج ان, بس الفكره اللي بدنا نوصلها يا جماعه الان كيف الريكوست طلع من عندي من جهازي على السيرفر. خلينا مره ثانيه نعمل هذا الريكوست مره ثانيه, لكن خلينا نشوف البيربس سويت شو بده يسوي. خلينا نشوف البيربس سويت شو بده يسوي. يلا نفس الشيء السيتنجز, طبعا انا هون بعمل بروكسي حتى الريكوست يروح للبيربس سويت. بحكي له ايش؟ شو كرنت يوزرز دو ات. فالان في عندي ريكوست راح يطلع من الان, انا عامل له انترسبت البيربس سويت بروكسي انترسبت طبعا اتش تي تي بي. ايوه هذا هو الريكوست اللي طلع. لاحظوا الان الريكوست اللي طلع اللي هو كان بيحكي لي شو كرنت يوزرز طلع معاه الفاليو تبعت الكوكي تبعتي هيها. طبعا هاي الفاليو اللي هي بيستخدمها السيرفر فور الاوثنتيكيشن, لانه هاي الفاليو اللي هي كانت مخزنه عندي. طيب الان لو حكيت له الان شو حكيت له مثلا وديها عند الريبيتر, عند الريبيتر وحكيت له عند الريبيتر ايش جو, هو فعليا راح يبعثها كريكوست وراح ترجع. فلاحظوا الان شو كرنت يوزر وما الى ذلك, وهي الكوكي فعليا موجوده. هاي دليل انه اللي بيبعث الداتا هاي هو فعليا الان. الان وين المشكله؟ وين المشكله؟ احنا هون حكينا احنا قاعدين بنحكي عن ايش؟ قاعدين بنحكي عن السيشن هايجاكينج. الان المشكله لو في عندي واحد قاعد بيعمل سنيفنج للنتورك وشاف هذا الريكوست رايح, شو راح يشوف؟ راح يشوف السيشن اي دي هاي.
اوكي راح يشوف السيشن اي دي. فهاي دليل انه فعليا هذا اليوزر اوثنتيكيتد. فالان اذا واحد قدر ينسخها ويعمل يعني يبعث ريكوست, هاي ريكوست بالنسبه للسيرفر راح تكون زي كانها اوثنتيكيتد. لاحظ انه هذا هو الريكوست اللي رايح من الكلاينت, وهذا الريسبونس اللي راجع من مين, من الـ من الـ من الـ شو اسمه من السيرفر. طيب خلينا نرجع مرة ثانية نشوف فعليا شو بيقدر اليوزر يسوي. خلينا نوقف هذا الريكوست هون, نرجع للبرفرنسز, نعمل اشي عادي انه بروكسي اوكي. نرجع هون خلينا نعمل فعليا مثلا ديليت يوزر, خلينا نعمل ديليت يوزر دوت. الان مين اليوزر بحكي لك اللي بدك تعمل له ديليت؟ لاحظوا انه هون في عندي جو سبلاير, وفي عندي هون بيج سبندر. هذول مثلا يعني الاثنين هل بقدر اعملهم ديليت او لا؟ الان بالوضع الطبيعي لو نيجي على الجو اللي هو سبلاير اوكي, هل بقدر اعمل له ديليت او لا؟ طيب الان قبل ما اعمل له ديليت بدي اروح ايش اعمل, بدي اروح اعمل يعني اوجه هاي الريكوست للبروكسي تبعي اللي هو البيرب سويت. طيب شو بدي اعمل؟ ديليت يوزر. الان هذا الريكوست راح يروح للبيرب سويت, ما راح يروح للسيرفر. خلينا نروح نشوف البيرب سويت البروكسي تبعنا, هاي هذا هو. فلاحظوا الان خلينا نعمل له سنت تو ريبيتر, هاي الريبيتر, هذا الريكوست اللي طلع من عندي. لاحظوا انه هذا الريكوست اللي طلع من عندي تو ديليت الاكشن, طبعا لاحظوا انه الاكشن شلون حطته هون مود يوزر او يعني اكشن معينه. اللي بهمني هون الكوكي, الكوكي هون هاي تستخدم فور الاوثنتيكيشن عشان نتاكد انه فعليا هذا الريكوست جاي من هذا الكمبيوتر اللي هو عليه الادمن. شو كان البارامترز, لانه طبعا هذا بوست, هذا عبارة عن بوست, فالبارامترز أو الارجومنتس اللي نبعثها موجودة في البادي تبع الـ HTTP request. لاحظوا انه شو عندي جو at supplier.com do most delete, يعني اذا يعني هاي كلها البارامترز بغض النظر انا ما فيش داعي حتى افهمها شو هي بالضبط, يعني هي فعليا راح تتنفذ. لاحظوا انه لما عملت لها جو راح لاحظوا انه الريسبونس عندي طلع رجع 100, يعني زي كانه هذا سكسيدد, يعني 200 عفوا سكسيدد. طيب خلينا نرجع هون ونشوف فعليا هل تم عمل ديليت لهذا اليوزر. طيب خلينا نوقف هاي ونروح على البرفرنسز سيتنجز نو بروكسي بس عشان نشوف يعني والاكشن الان شو بدنا اياه. شو بدناش هاي الديليت, لا بدنا شو الكرنت يوزر دو ات. لاحظوا انه جو انشطب, شو جو راح بطل موجود, جو راح. طيب هل الان خلينا نشوف شو الشيء اللي مهم بالنسبه لي انا. الان انا عن طريق البيرب سويت يا جماعه شو بدي اعمل؟ عن طريق البيرب سويت, عن طريق البيرب سويت بدي اروح هون جو هاي بدي اشطبها اوكي, او احط بدالها بيج. هذا session hijacking, I'm hijacking this session. الآن ليش؟ لأنه فعلياً هذا اللي هي الكوكي اللي هي بتعطيني المعلومات for authenticating the user. وبدل supplier طبعاً هاي البيرسنت مع 40 زي ما حكيت لكم المحاضرة الماضية يبدو أنها تبعت الاسكي كود تبع الات. هون بدي أحط إيش؟ spender at spender.com, هذا كان اليوزر اللي شفناه قبل شوي. الان شو بدنا نعمل؟ لاحظوا انه هذا بدي اعمله كله من البيرب سويت, مش قاعد بعمله من عند من الفايرفوكس, قاعد بعمله من البيرب سويت. شو بدي احكي له الان؟ جو نفس الشيء رجع لي 100, يعني زي كانه الاكشن هاي فعليا تنفذت. طيب بدي ارجع لفايرفوكس, خلينا نشوف شو كرنت يوزرز دو ات. لاحظوا انه البيج ات سبندر دوت كوم شو صار فيه؟ انمحى. اذا هون فعليا انا بدون ما اعرف اليوزر نيم والباسورد من البيرب سويت عملت انترسبت للباكيتس اللي طالعه مثلها انترسبت, شفت شو هي السيشن اي دي اوكي, شفت شو هي السيشن اي دي وهيها موجوده عندي, وعن طريق برنامج معين زي هو البيرب سويت قدرت ابعث ريكوست مفروض يعمله الادمن لانه عندي السيشن اي دي اللي ماخوذه من الكوكي. قدرت فعليا ابعث ريكوست وهذا الريكوست يتم عمل اكشن عليه ادمن اكشن,
اوكي وقدرت هون اتلاعب واغير الداتا اللي موجوده في الـ في الـ في البادي تبع ال HTTP request وعدل عليها بحيث انه يصير عندي اكشن وهذا الاكشن محالي يوزر محل يوزر هذا الاكشن ما بسويه الا ادمن كيف متاكدنا انه ادمن عن طريق هاي الكوكي يعني اذا ما تبعت معاي سيكونس اوف الايفنتس رجاء رد عيد الفيديو عشان تفهم السيكونس اوف ايفنتس اللي صارت اذا هون انا قدرت امحي يوزر امحي يوزر ما محيته من الفايرفوكس لا محيته من هون من البيربس ويت يعني زي ما انتم شايفين محيت فعليا هذا اليوزر وفعليا شفنا انه يعني هذا اليوزر انمحى طيب اذا كسيشن هايجاكينج فعليا احنا قدرنا نعمل ديليت لهذا اليوزر طيب هل بنقدر نعمل كروس سايت سكريبتينج كروس سايت سكريبتينج نعم نقدر نعمل كروس سايت سكريبتينج خلينا نشوف كيف ممكن نعمل كروس سايت سكريبتينج لو بدي اعمل كوبي لهذا السكريبت والان اروح على ال يعني على يعني بغض النظر على الفايرفوكس على هذا مش فارقه انا هون في عندي sign our guest book يعني هون انا بقدر احط كومنت معين فبقدر احط مثلا يعني اسم انس مثلا ايميل اللي هو بلا بلا whatever والان بقدر احط كومنت الان الكومنت هون بدل ما احط كتابه طبعا الاصل يا جماعه اني يعني احط كتابه مثلا كانه ايش thank you thanks for your service مثلا يعني اكتب add entry فلاحظوا انه هاي comment section يعني هون شو طلعت الكومنت اللي انا حطيتها انس واضح انه طيب sign our guest book الان لا انا شو بدي اعمل انا الان الاتاكر خلينا نسمي الاسم ايش اتاكر الايميل اتاكر مثلا at abc.com الكومنت الان اللي بدي احطها هي عباره عن سكريبت لاحظوا يا جماعه انه هذا السكريبت راح يتم هذا يعني التكست كله راح يتم اضافته ككومنت لان اذا انا حطيته جوا براكتس اوكي واعطيت اليرت يعني هو فعليا راح يعمل لي اليرت كدوكيومنت زي بوب اب هي بوب اب فراح تنضاف ولاحظ انه سكرت هذا التاج هذا كله راح ينضاف ك بال HTML page تبعت الكومنتس فالان لما احكي له add entry لاحظوا شو طلع لي you have been hacked اللي هي الداتا اللي انا كنت حاطها جوا السكريبت لاحظوا الان في عندي الاتاكر هون ما في داتا ليش ما في داتا لو حطيت له هون view page source view page source control find you when hi you have been اذا هو الداتا اللي انا دخلتها هو شو لاحظوا انه الداتا اللي حطيتها في المره الاولى دخلتها بالمره الاولى ضافها ثانك يو فور يور سيرفيس هيها ضافها هون الان الداتا اللي دخلتها المره الثانيه هاي كامله لما انا دخلتها هو دخلها زي ما انا اعطيته اياها بالضبط حرفيا فدخل معها البراكتس اللي هي بداية السكريبت ونهاية السكريبت طبعا هذا مشكلة كبيرة جدا لازم ايش يعمل سانيتايزنج للاشياء للداتا اللي بتدخلها الكومنتس اللي بتدخلوها اليوزرز هذا يعني big problem this is a very big problem يعني اوكي فالان يعني اي يوزر ثاني بيجي بعد الاتاكر اللي هو دخل هذا السكريبت راح يتنفذ في السكريبت طبعا يعني نوع اخر من السكريبت ممكن يدخله اللي هو يعني سكريبت ايش بيعمل بيجيب الكوكي بيجيب الكوكي لو جبنا لو دخلنا هون ونفس الاشي ساين جيست بوك حطينا كومنت لاحظوا هون alert document dot cookie فلو حطيت هون اتاكر to attacker to بغض النظر add entry فلاحظوا أول شيء طلع لي you have been hacked مرة ثانية يبدو أنه دخلت مطلع. الآن لاحظوا أنه شو عمل طلع لي الكوكيز كل الكوكيز الموجودة في عندي يبدو أنه two cookies واحدة للكارت ID هون وواحدة للسيشن ID هيا two cookies عمل لي طباع طبع لي إياهم هون طبعا الآن يعني ممكن يعني attacker إيش يعمل عن طريق الكروس سايت سكريبتينج بدل ما يحط هون سكريبت اللي بتعمل اليرت لا حط سكريبت هون ببعث الكوكي
للأتاكر، ببعث الكوكي للأتاكر. فإذا بعث الكوكي للأتاكر راح يصير في عنده السيشن اي دي هاي اللي احنا شفناها قبل شوي. فاحنا يعني السيشن هاي جاكينج واحدة من وسائل تحقيق السيشن هاي جاكينج، اللي هي ايش؟ الكروس سايت سكريبتينج، اللي هي الكروس سايت سكريبتينج. تمام يا جماعة؟ طبعا يعني الكود اللي بلزم عشان نبعث الكوكي للأتاكر يعني بحاجة لنكتب كود بالجافا سكريبت عشان هذا الموضوع. بتقدروا تعملوا سيرش على هذا الموضوع، أكيد راحين تلاقوا طرق معي مختلفة جدا. اللي بلاقي طريقة فعليا يبعث لي، وأعتقد الـ W3 School فيها موجود examples على هذا الموضوع، فبترجعكم إنكم تتفرجوا عليه يا جماعة، بترجعكم إنكم تتفرجوا عليه. طيب الآن الكروس سايت ريكوست فورجري، حقيقة يا جماعة يعني هذا الموضوع مش سهل تحقيقه عن طريق الجيت ميثود، لأنه الآن معظم الميثودز المستخدمة هون يعني هي فعليا مش جيت ميثود، يعني هي فعليا بوست. فيعني يمكن عمل كروس سايت ريكوست فورجري، بس يعني ممكن يكون الموضوع شوي معقد. يعني أنا عملت اكزامبل بسيط لكم بهذا الموضوع، اكزامبل بسيط يعني هون احنا في عندنا الويب اكزامبلز، في عندي ويب يعني صفحه سميتها سمبل. اوكي، لو فتحنا هاي الصفحه فرسد هاي مثلا، في عندنا كون لينك، يعني انا فاتح الستور الباد ستور، هون في عندي لينك بسيط. لاحظوا انه هون شو بحكي لك، مثلا لينك داونلود جريت موفيز فروم هير، يعني بتقدر تكبس عليها، يعني طبعا واضح انه هاي الستيتمنت فيك. لما أأشر عليها تفرجوا تحت، هي فعليا اللينك هذا ايش فيه؟ في بوديني تحت، يعني تفرجوا على الزاوية الشمال تحت bad store، طبعا هون بودي arguments للsearch query. يعني هون هو فعليا بس قاعد بيعمل search على item رقم 1000 action اللي هو qs search and x equals 15 and y equals 11. طبعا هون لو حطينا view source، يعني هذا هو source، فأنا في عندي هون الفيرست هيدر، وهون في عندي هذا اللي هو download great movie from here يعني، وهذا اللينك اللي فعليا انا راح عليه. فالان لو رحت هون على هاي الويلكم كبست عليها، هي فعليا وين ودتني؟ على السيرش. بس هون الفكره يا جماعه انه يعني انا شو عملت، عفوا الفكره هون انه انا يعني بعثت ريكوست جيت ريكوست وعطيت هون arguments. فالآن هون search query equals 1000 action equals كذا. الآن هون أنا بحط الparameters بدي إياها. طبعاً يعني هون بتكون هذا الموضوع سهل إذا كانت get request أو الميثود المستخدمة get. فالهون تخيل مثلاً الآن أنت لو أنك حط transfer 1000 دينار and ال يعني الأماونت 1000 مثلاً بدل هون bad store.cgi مثلا يكون transfer.cgi التارجت، مثلا تحط الاتاكرز ادرس او اكونت نمبر وما الى ذلك. فاذا الان يعني هون كل اللي بقدر احكي لكم اياه انه احنا فتنا على ويب سايت معين، فتنا على ويب سايت معين اللي هو يعني هذا هو الويب سايت اللي هو مثلا simple.html. هذا الويب سايت من خلاله انا كبست على لينك فيه عمل لي اكشن معين على badstore.com. طبعا ممكن تكون ترانسفير، وممكن يستخدم السيشن اي دي ككوكي هون يستغلها لما تنبعث، بحيث انه فعليا اليوزر يكون authenticated. يعني طبعا هون الموضوع زي ما حكيت لكم ممكن يكون أصعب شوي، لأنه معظم الميثودز المستخدمة كانت post. الميثود الوحيد بجزء اللي كانت get اللي هي تبعت search. فيعني هذا مثال على موضوع الكروس سايت ريكوست فورجري، طبعا مثال اكيد انه بسيط. بتمنى يعني انكم تكونوا استفدتوا. طبعا احنا ما طلعنا كل البوسيبل اتاكس اللي ممكن تصير على الباد ستور، يعني احنا عملنا جزء منها. اللي حاب يستزيد بيقدر ينزل الباد ستور عنده على جهازه ويجرب الاتاكس هاي المختلفة. فبتمنى انكم فعليا تجربوها يا جماعة. ويعني زي ما حكينا في عنا ويب سايتس كثير بتعطيك فرصة انك تجرب هذا الاشي. زي ما حكيت لكم في عنا موقع سايبر تالنتس
في عنا الـ Vulnerable Hub، في عنا الـ Hack the Box، يعني ها كلها مواقع مختلفة بتساعدك إنك تعمل practice على الويب، مواضيع الويب سكيورتي. طيب يعني آخر موضوع بدي أحكي عنه اللي هو موضوع آخر لاب عنا في الدتر لاب. آخر لاب طبعا على موضوع الـ SQL Injection، على موضوع الـ SQL Injection. فبتمنى يعني إنكم تعملوا هذا اللاب. بكل بساطة في عنا نود واحدة في اللاب، في عنا نود واحدة. إذا بنرجع هون على الـ على الـ على الـ نعم فيجواليزيشن، هذا هو اللاب تبعنا تبع الديتر لاب. إذا يعني هون ما في عنا إلا نود واحدة، راح أعمل لكم بوستنج يعني إلها طبعا قريبا. الـNS فايل، هذا هو الفايل تبع الـ يعني التجربة. الديتيلز لما تعمل سواب ان، انا اوريدي عامل سواب ان هنا، هو راح يعطيك ويب سيرفر، سيرفر هيو زي ما انتم شايفينه، ويب سيرفر اسمه server.sql، يعني انا بالنسبة لي هيك اسمه، وانت طبعا اكيد راح يكون اسمه بنفس الاسم عندك، يعني .hu jo.computersecurity.isi.datalab.net. الان مفروض بس تعمل سواب ان للاكسبيرمنت، هي الاكسبيرمنت كنترول فايند شير، هذا الباث تبع الاكسبيرمنت عشان تعملوها، ال ns فايل تبع الاكسبيرمنت، رجاء الكل يفوت ويعملها سواب كرييت وسواب ان. الان لما تعمل لها سواب ان هاي بتعطيك ويب سيرفر. الان الفكره الرئيسيه هون كيف بدي اوصل لويب سيرفر وافوت عليه عن طريق البراوزر، عن طريق البراوزر تبعي على الديتر لاب. احنا كنا كل التجارب السابقه كنا نفوت عن طريق التيرمينال، بذكر كل التجارب السابقه كنا نفوت عن طريق التيرمينال. الان انت عشان تعمل SQL Injection بدك تفوت عن طريق مش التيرمينال، لا عن طريق البراوزر. طيب كيف بدي افوت عن طريق البراوزر على هاي النود اللي هي جوا الديتر لاب؟ واحنا حكينا الديتر لاب ايش ماله، isolated عن النتورك الخارجيه، احنا هاي النود جوا الديتر لاب وهي isolated. حكينا احنا بنعمل SSH على users.datalab.net، ومنهم نعمل SSH على النودز الداخليين. طيب عشان نقدر نوصل لازم نعمل SSH tunnel، عشان نقدر نوصل للنود الداخلية لازم نعمل SSH tunnel بيننا وبين هاي النود. كيف بقدر أعمل SSH tunnel؟ طيب إذا أنت بتستخدم لينكس يعني أو يعني وينتو أو كالي، بكل بساطة لازم تنفذ هاي الكمان بعد ما تعمل swap in. ال SSH tunnel بيعمل لك tunnel بينك وبين اليوزرز، هايو اليوزرز @.isi.datalab.net. تنل يعني نفق، ومن خلال هذا النفق راح تتبادلوا ايش انتو كمبيوترك الموجود في البيت راح يتبادل من خلال هذا النفق ال HTTP بروتوكول مع السيرفر نود الموجود في الداتر لاب. اوكي اذا في عندك نفق من خلاله هذا بدنا نحصل صفحة الـ HTTP عفوا الـ HTML الموجودة على السيرفر عن طريق الـ HTTP بروتوكول. طيب كيف ممكن تعمل هذا الاشي؟ طبعا احنا بنعرف انه السيرفر على الديتر لاب على النود هاي اللي اسمها سيرفر .sql راح يكون السيرفر running at port 80. Okay. الآن هون شو راح تحط النود نيم؟ شو هي النود نيم اللي هي شفناها قبل شوي؟ هيها شفناها سوري شفناها قبل شوي هون، هيها النود نيم بالنسبة لي، النود نيم اللي هيها server.sql.hu، هاي كله هون، هذا كله راح تعمل له كوبي وتعمل له نسخ. وين راح تعمل له نسخ؟ هون هون. إذا هون تحكي إنه هاي النود شغالة على port 80. port 80 شو بتحكي لجهازك؟ عفوا للتونل هاي بتحكي لها بورت 80 يعمل لي فورورد لها على جهازي على بورت رقم 8118. طبعا مش بالضرورة تستخدم 8118، ممكن تستخدم اي رقم ثاني من البورت نمبر زي اللي مش مستخدمة اللي هي not famous not اللي هي في البداية بتكون اللي هي بين ابتداء من 1 لا اعتقد 1024 او 2048 مش متذكر بالضبط. يعني هاي البورت نمبرز اللي في البداية بتتجنبها وانت بتستخدم بورت نمبر من مش famous.
يعني بس من باب التسهيل استخدم 8118. فإذا بورت 80 على السيرفر الموجود على الديتر لاب اللي انت عملت له سواب ان راح يصير له فوروردنج عندك على اللوكال هوست عندك على جهازك على 127.0.0.1 على هذا البورت نمبر. اوكي طبعا هون بتحط اليوزر نيم تبعك @users.isi.datalab.net وبتكبس انتر بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتدخل الباسورد عفوا لانك اليوزر نيم انت اوريدي مدخلها وراح يصير تنل. طيب بعد ما تعمل هيك بعد ما تنفذ هاي الكوماند شو اللي راح تعمله بكل بساطة؟ اللي راح تعمله انك راح تروح وين عندك هون على الـ على الـ على اللوكال هوست عندك انا اريد طبعا نفذها هاي راح تفوت على هذا اللينك اللي هو لوكال هوست على بورت 8181 مع هذا طبعا الباث. فانا الان لو كبست عليها هاي لاحظ انه وداني على ويب سيرفر. اي هذا الويب سيرفر انت الان بدك تعمل عليه SQL injection attacks. SQL injection attacks في عندك مجموعه من الاسئله بدك تجاوب. لاحظ انا وين فايت على اللوكال هوست. يعني شو يعني اللوكال هوست؟ يعني 127.0.0.1. لاحظوا يا جماعه وداني على هاي الصفحه الان. هاي الصفحه وين موجوده؟ هاي الصفحه وين موجوده يا جماعه؟ هاي الصفحه موجوده على موجودة على هذا السيرفر هو server.sql.hu.jo.computersecurity.isi.datalab.net بس موجودة جوا الداتالاب. يعني حكينا ما بنقدر نتواصل احنا مع النودز الموجودة الا من خلال ال SSH tunnel طبعا اللي احنا عملناه. اذا يعني هاي الصفحة هاي انت اللي بدك تسوي عليها اتاك. اوكي طيب الآن شو المطلوب إنك تجاوبه؟ الآن المطلوب طبعاً إنك تجاوب أول ثلاث أسئلة هيهم أول ثلاثة تاسكس هذول أول ثلاثة تاسكس أربعة ويعني هذول شوي أدفانس بدك تعمل فيكسينج يعني ما بدي ياكو تجاوبوه مش مشكلة إحنا من باب التسهيل فقط جاوب أول ثلاثة تاسكس فقط تمام وحضروا الأجوبة وجاوبوها. الديدلاين راح تشوفوه إن شاء الله على الداتر لاب. طيب اللي ما عنده اللي بيشتغل من الويندوز شو يعمل؟ احنا حكينا هاي الكوماند بتنفذها اذا انك بتشتغل من الويندوز. لاحظوا ان الان انا فاتح تيرمينال ايو وانا فاتح عامل يعني التانل اللي حكيت لكم عنه يعني انا بدك بس اعمل اكزيت بدي اعمل اكزيت منه راح تسكر التانل هاي اللي انا عاملها اللي كنت عاملها. فيعني هون الان لو كبست على اللوكال هوست لاحظوا انه راح لاني انا اصلا كنت فاتح تيرمينال وعامل هذا الموضوع. طيب وين هالكوماند اللي نفذتها؟ هي الكوماند اللي نفذتها ssh -l881server هي الكوماند يعني يا جماعه. اوكي طبعا انا حطيت اليوزر نيم تبعي اللي هو انس اتشو طبعا هذا انا كادمن على هاي الكوماند اللي انا نفذتها هيها من جهازي هي من جهازي هون هاي هي الكوماند اللي نفذتها اراجعوها واتاكدوا منها انكم بتاكدوا بتنفذوها بشكل صحيح. طبعا انتم هون راح تحطوا ايش اليوزر نيم تبعكم انتم اللي هو يعني اليوزر كان يبدا ب HU اعتقد CS جو مع حرفين كل واحد كل يوزر منكم عنده حرف مختلف. اوكي يا جماعه طبعا هاي الكوماند ما بصير تنفذها الا اذا كنت عامل سواب ان كيف تكون عامل سواب ان لتجربتك في البدايه. طيب حكينا اليوزرز اللي بيستخدموا ويندوز اللي مش ما بيستخدموا يعني كالي بيقدروا عن طريق الباتي يعملوا هذا الاشي نفسه. بدك تعمل SSH tunnel عن طريق الباتي. كيف بعمل SSH tunnel؟ بتيجي هون بتفتح على الكاتيجوريز هون في عندك connection في عندك SSH هون بتفوت على tunnels تنز. الآن هون شو بتروح بتضيف السورس بورت اللي هو 8118 وهون بتضيف الاسم كامل تبع الجهاز تبعك اللي هو SQL دوت عفوا اللي هو كان اسمه سيرفر دوت SQL مع الاسم كامل وفي الأخير بتحط نقطتين 80. اوكي وشو بتكبس؟ بتكبس اد. الآن مجرد ما كبست اد شو راح ينضاف عندك؟ راح ينضاف عندك هذا الباث هذا اللي هو يعني راح ينضاف عندك ويعني كل الباراميترز الثانية بتختارها بنفس الطريقة. مجرد ما كبست add راح يصير في عندك هون إشي اسمه الـ SSH tunnel بتكبس عليه يعني بتكبس save ويعني لما بدك تعمل run له
تكبس open يعني بتكبس open عليه و يعني أول إشي هون إحنا ندخل users.datalab.net 22 البورت اللي هو تبع SSH بتحط هون SSH-tunnel save رح يصير عندك هون مباشرة بتكبس عليه هون بتروح على ال connections زي ما هو موجود في السلايد الثانية بتروح على ال connections على ال SSH بتروح على tunnels بتحط رقم البورت أول إشي بتحط الاسم مع نقطتين 80 بتكبس add رح ينضاف عندك والآن بتكبس open مباشرة رح يفتح لك الـ SSH tunnel رح يفتح لك terminal تدخل فيها الباسورد وممكن يطلب منك الـ user name وخلص مجرد ما عملت establishment للـ connection يعني بتكون أمورك طبعا انتهت طبعا يعني أكيد مرة ثانية لازم تكون عامل في البداية swap in للـ experiment لازم تكون عامل في البداية swap in للـ experiment وبعد ذلك بتفوت زي ما حكينا من خلال الويب هون بتفوت على هذا اللينك في التاسكس زي ما انتم شايفين على هذا اللينك مجرد ما كبست عليه اذا غيرت البورت نمبر طبعا لازم تغير الاشي الموجود هون لازم يفتح لك الصفحة اللي فرجيتكم اياها اللي فعليا انت راح تسوي عليها التاكس عندكم هون مجموعة من الاسئلة بتجاوبوا عليها وبتعملوا لها submit the deadline will be posted على الدتر لاب طيب يعني بتمنى لكم التوفيق في عمل هذا اللاب يا جماعة طبعا انتم عارفين المقدمة هون يعني مجموعة من الانترودكشن هي يعني theoretical background بتمنى انكم تقرأوها تطلعوا عليها يعني هي اصلا شغلات احنا already شرحناها بالسابق فعشان هيك انا ما بحكي عنها يعني احنا بنهمنا بالنهاية انه نسوي التجربة بشكل مباشر وبالنهاية بدنا نعمل التاسكس اللي موجودة عندي هون زي ما انتم شايفين في عندي ثلاثة تاسك هاي هي مطلوب نعملها سبمشن بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لكم السلام لكم ولعائلاتكم اللي عنده أي سؤال يتواصل معي عن طريق الإيميل لاب هذا اللاب يجمع فن يعني فبتمنى انكم you have fun while doing this lab بتمنى يعني انه يعني تجربوا يعني قد ما حكينا هون يعني بشكل نظري أو على الفيديو تحضروا فيه ما هذا الاشي ما راح يفيدكم بتمنى انه كل واحد يجرب يعمل هاي الاشياء بايده على مواقع مختلفة سواء سايبر تالنتس ويعني استخدموا الأكيد الناب اللي احنا عملنا لكم بوستنج كده بالتوفيق نتمنى لكم وعائلتكم السلامة وان شاء الله لكم قريبا ان شاء الله الجامعة الهاشمية وجه لوجه كنت أتمنى أنه نعمل يعني هاي الأمور مباشرة قدامكم بشكل عملي لكن للأسف يعني هيك الظروف صارت يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته